طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة أخبارية من قناة المقلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. قوات الحزام الأمني تسقط طائرة بدون طيار تابع لميليشيا الحوثي بالضالع. هيئة مستشفى ابن سينا تتسلم مولد كهربائي من بترم سيلا. مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تدشن مشروع المساحة الصديقة بالمكلا. أهلا بكم. من الضالع نبدأ، حيث تمكنت قوات الحزام الأمني من إسقاط طائرة بدون طيار في جبهة مريس شمال محافظة الضالع. وذكر مصدر عسكري أن قوات الحزام الأمني تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً أثناء تحليقها في سماء المحور. وأكد المصدر على استعداد قوات الحزام الأمني لتصدي أي تسللات حوثية. وفي العاصمة عدن، تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن البروفيسور عبد الناصر الوالي جرح القوات الجنوبية من منتسبي المقاومة والحزام الأمني قطاع أحور الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة عدن. وخلال الزيارة اطلع الوالي على صحة الجرحى من أبناء مديرية أحوى بمحافظة أبين والذين أصيبوا في معركة التصدي لميليشيات الإرهابية، مشيدا بجهود وتضحيات أبناء أبين في الدفاع عن أراضيهم ووقوفهم ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية. من جانبهم عبر الجرحى عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة واللفتة الكريمة من قبل قيادة المجلس الانتقالي. أما في جزيرة سقطرى، فقد واصل المعتصمون اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام ديوان المحافظة مطالبين بتغيير المحافظ رمزي محروس الموالي لحزب الإصلاح. ويواصل مئات النشطاء اعتصامهم رغم التغيرات المناخية الشديدة وتساقط الأمطار بفعل تأثيرات العاصفة المدارية كيار إلى الجزيرة، متحملين تقلبات الطقس السيئة ومؤكدين على استمرار الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم المشروعة. وإلى أخبار حضرموت، عقد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا موسعا ضم رؤساء الشعب ومديري الدوائر المختصة ومديري الإدارات التربوية ورؤساء أقسام التعليم الأهلي والخاص والتوجيه والشؤون القانونية. وفي الاجتماع تم استعراض تقارير مفصلة عن مستوى الأداء لمدارس التعليم الأهلي والخاصة. وأكد وكيل مكتب التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على أهمية الإشراف والمتابعة لمدارس التعليم الأهلي والخاصة وإشراكها في الأنشطة اللاصفية على مستوى المحافظة، منوها إلى إشراك هذه المدارس ضمن مدارس التعليم الحكومي في كل فعالياتها وأنشطتها اللاصفية ومسابقاتها الختامية والتكريمية. تسلمت هيئة مستشفى ابن سينا العام مولد كهربائي بقوة 1 ميغا مقدما من شركة بتروم سيلا للإسهام في استقرار التيار الكهربائي بالمستشفى. ويأتي هذا الدعم في الوقت المناسب لخروج أحد مولدات المستشفى عن الخدمة قبل أيام، الأمر الذي جعل المنظومة الكهربائية للمستشفى في خطر. ويعتبر استمرار التيار الكهربائي بالمستشفى أمر مهم للمرضى ويسبب انقطاعه خطرا كبيرا على المرضى وقد يؤدي ببعضهم إلى الوفاة. هو المعطور إن شاء الله سيسعف المستشفى الذي يعاني من مشاكل كثيرة وأهمها مشكلة التيار الكهربائي لوجود معطور خارج عن الخدمة ومعطور ضعيف واحد وأحيانا يفصل وتحصل لدينا مشاكل كبيرة فيه، هذا بالتالي سيكون يعني معتمد عليه حياة ناس، وإن شاء الله يعني يكون هذا في ميزان حسناتهم. عاملين أيضا أن يساهموا معنا في صيانة المعطور السابق حتى يكون عندنا احتياط من المواطير والمولدات، لأنها دائما هذا مستشفى وعليها خدمة، وتوقع أي شيء في الأجواء هذا أنه يصير انقطاع للكهرباء، ولازم أن يكون عندنا مصدر مضمون للتيار الكهربائي. تم تسليم مستشفى بن سينا مولد بقدرة 1 ميغا، هذا دعم من شركة بتروم سيلا نظرا للظروف اللي تمر فيها المستشفى، وهذا ليس الدعم الأول لبن سينا، قد سبق وان دعمناهم بمولد برضو 1 ميغا. ونظرا لأهمية المستشفى قامت بتروم سيلا بالدعم، يعني بتروم سيلا كانت سباقة.
دشنت المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي بساحل حضرموت فعاليات المرحلة الثانية من برنامج C4D بمنطقة روكب بتمويل منظمة اليونيسف، ويستفيد من المشروع نحو 140 ألف من سكان المكلا وبروم ميفع والريدة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز المساهمة في إمداد وتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب عبر التعبئة المجتمعية والتشبيك لدعم التواصل مع جميع أفراد المجتمع. يذكر أن المشروع في مرحلته الأولى استفاد فيه نحو 85 ألف مواطن في نفس المديريات. دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة سرطان أمل مشروع المساحات الصديقة بمدينة المكلا، والذي يأتي بدعم منظمة الطفولة اليونيسف وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. للطفولة أرواح طاهرة، هم قادة المستقبل وهم شعاع الأمل. تحت هذا الشعار دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل برنامج المساحات الصديقة للطفل في مدينة المكلا لحماية الأطفال من الانتهاكات والمخاطر في الحالات الطارئة. ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال المستضعفين داخل الأسرة والمحيط، وخلق أجواء تساعده على الانطلاق ورفع كفاءته داخل المجتمع من خلال تقديم البرامج التعليمية والهادفة التي قد تفيده في مسيرة حياته العلمية والعملية. مشروع المساحات الصديقة إذن جاء لتأهيل الطفل وحمايته، ما يطرح عددا من التساؤلات عن مصير أطفال الشوارع الذين يتجولون في أحياء المكلا وأزقتها، وعن دور الجهات المهتمة بحقوق الطفل. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. دشن مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي بالمكلا الدورة الأولى للتحقيق الجنائي التي تنفذها إدارة التدريب والتأهيل بأمن المحافظة لمدة 21 يوما، وتحتوي الدورة على محاضرات نظرية وعملية في مجال التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى عملية أخذ الإفادات وتدوينها وكيفية التعامل مع المتهمين والشهود وفن التعامل مع الفئات العمرية ومتابعة سير القضية من الإدارة العامة ومراكز الشرطة إلى النيابة العامة. تفقد المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل سير العمل بعدد من المشاريع التي تمولها المنظمة الدولية يومبس عبر مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى، حيث تفقد بن هامل مشروع رصف شارع السدد بديس المكلا، ومشروع إعادة تأهيل مجاري الشعب البادية، ومشروع مجاري جول الشفاء، ومشروع إعادة تأهيل مجاري بعبودة، ومشروع مجاري الخزان، ومشروع مجاري ربوة المهندسين بمنطقة فوة، وكذلك مشروع إعادة تأهيل شارع الستين. كما تفقد بن هامل إحدى العبارات بمنطقة 40 شقة وأخرى بمنطقة الدائرة الهندسية، وطلع بن هامل على سير العمل بمشروع مدرسة السلال بحي المساكن بمنطقة فوة. اختتم صندوق دعم الشباب في حضرموت دورة خطوات لبناء مشروعي بمدينة المكلا، والتي شارك فيها 17 من العملاء المتقدمين لطلب التمويل. وتلقى المشاركون في الدورة التي استمرت من 20 وحتى 31 من أكتوبر المنصرم معلومات حول كيفية إنشاء المشروع الخاص ابتداء من الأهداف ورسم محاور المشروع وترشيح العناصر البشرية المناسبة وطبيعة العمل والنطاق الذي سيعمل فيه المشروع. وفي الحفل الختامي قدم مدير إدارة المشاريع بالصندوق ياسر بامدحج الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة. وفي وادي حضرموت اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون، وأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز 7 عمليات معقدة في اليوم 6 والأخير ليصبح مجموع العمليات 57 عملية جراحية خلال الحملة. وتأتي هذه الحملة ضمن الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الكثير من المجالات للمناطق المحررة. بهذا الخبر مشاهدين الكرام من مدينة سيئون نختتم إياكم هذه النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قوات الحزام الأمني تسقط طائرة بدون طيار تابع لميليشيا الحوثي بالضالع. هيئة مستشفى ابن سينا تتسلم مولد كهربائي من بتروم سيلا.
مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تدشن مشروع المساحة الصديقة بالمكلا. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.